عمر ما كنا احنا مع العائلة، ما تولى عنا علاقة بالعائلة ولا حد شيء. احنا هو يتصل بينا ويحبنا نخدم، انت تعرف هذا. عمري ما جبت حاجة من راسي، ما فهميش مرة حاجة عملتها من راسي ولا عملنا في الصفحات هذيك من راسي، كلها من عنده هو شخصيا، يعني مش حتى بالواسطة يا معلم. وكاو هذيك مغالطة معناتها، انه هذوما اللي خاطر ممشي صار دونك هذوما مش عارفين مين، وهم المنقذين الجميلين الباهيين المثقفين لغة متاع واضح المقال شو تخرج منه اللي هما باهيين، وباقي يمين ويسار وتخلوين دي مش مشكل شيء من فيه دبر الرأس. ولا سامي جدا متاع صفحات متاع كنتي متاع ياني متاع مش باهي كيكة فهمت نشر هذه اللي تفدي، باقي مش باقي الكل ميهمنيش، حالة عادية معناتها، خلي يحكي واللي يحب.